مرحبا، انا عريفه بسيسو. اليوم انا بي ام دي فتنس بدبي، النادي تبع الملاكم المحترف الاول والوحيد بالامارات. انا هلا مع عيسى الدح. زي ما حكيت، هو الملاكم الاول والوحيد المحترف بالامارات والخليج، بيلعب على الوزن المتوسط شمالي. اليوم رح نتدرب مع بعض ورح يعلمني الكومبينيشنز المفضلين تبعونه اللي بفوز فيهم نزلاته بالضرب القاضية. الأشياء المهمة للملاكم الحبل. يلا نبدأ. الحركة تطلع من الكتف مش من المفصل، تطلع من المنطقة. ليش الحبل؟ يعني الحين احنا نتدرب بالحبل، المنطقة هذه عشان تقوى المنطقة هذه وزايد المنطقة هذه. ذكاء اكثر عن القوه. في الاماكن المهمه هذه اهم شيء الاسترتشنج، ترجع حق المناطق الوسطى. بالعكس للخلف. بعدين حق المنطقه هذه شبكين ريلك تنزلين تحت. يفضل يوم تسوين استرتش ما تعملين مثل ما يقولون المطمطه، لان تاثر على العضله. صح، هذه شو ما يفضل فيها على طول انزل اقل من مهل الواحد، عرفت؟ خاصه لان العضله تكون نايمه، تهيئها شوي 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 شوي، هاي تقلل الاصابات. ليش؟ رياضيين كثير عندهم اصابات بهالاشياء، يدخل على طول. لازم ياخذ وقته في الاسترتشنج، ياخذ وقته في الاحماء، وبعدين يبي يشد على جسمه. ما في مشكله. البوكسنج شادو ما نبي نظهر القوه. في ناس وايد بس يعني مثل المشين ما فاهم شو يسوي، لازم نحكم العقل ويا الجسم ونستمتع في الشادو بوكس ونشوف شو اغلاطنا. يوم تسوين لازم ترجع مكانها. كل ضربه اهم شيء للملاكم البروتكت الجارد، فبهالمنطقه هذا المكان لان الملاكم يدور جزء من الثاني عشان يرميك قاضيه، فهاي الاماكن المهمه حق البطل. لازم يكون فوت الرجل تتحرك معاها. ليش؟ يسمون هذا الرتم، نحن نسميه الرتم، ايدك مع ايد، ايدك مع رجل تتحرك. اوكي. بهالطريقه، وهي مثل عمليه احسمه، تذكري ايدك ترجع فوق، كل الحركات تطلع من المفصل. حسي المفصل، حسي انه كان الضربه تطلع. عرفتي؟ هو عمليه الشادو بوكس ترتيب حركاتك مع الرجل. والسكيب وتنزل، عرفتي؟ ايوه. كل ما تنزل تنزل قليل ولازم تتخيل نفسك، تعيش الجو، تعيش انه كانه في حد ياس يرمي جاب. مثلا الحين انا افكر الحين هو بيرمي جاب، ستيب هاي، ارجع احس في البوكسنج شادو احساس كامل، وانا كانه شخص قدامي يلعب، مش مجرد انا بس اطلع قوتي. كثير من الملاكمين وكثير من وانا واحد منهم قبل كنت افكر اني ابغى اظهر قوتي. وهذا غلط. اظهر ذكائك، اتعلم. لا تورجي حواليك انا قوي، ورجي ان انا ذكي. صح. وكيف انا اتحرك، وعيش الجو وانا الاكم، لان لو تاسست صح بتستوي بطل، لو تاسست غلط بيظل على غلط. اكثر الملاكمين تارجت مالهم الوجه. عندك الجسم مفتوح وهم هو يفكر طول الوقت الوجه صغير. صح. الجسم مفتوح، انت تقدر تنزل طاقه اللاعب قد ما تقدر. اللي يلاحظ فلويد ماي وذر في البدايه ما ينزل ايده، اول شيء كله فوق. يعني انت تحاولين تلعبين، عرفت؟ هاد ديفنس. وفي بعض شيء يسوي الديفنس ماله غلط، شو يسوي؟ بام بيفتحها. ايوه بس بسيط، بس يو كان بلوك. لا تحط
كلوز بس تاتشز عرفتي او ها كذي او باك سكيف عرفتي هالشغله هاي وايد مهمة اهم شيء الدفاع وفي الضربات اللي هي اللاعب يوم يلعبها جاب بام الحين هو الجاب ينزل تحت بام بام من اهم الضربات هي الضربه القاضيه اللي انا كنت افوز فيها بالقضاء اللي هي الكبد بس هي خطره لازم يكون في ستيب بام وبعدين يروح اوكي حاول جربه الحين هو يطلع يمين بام الحين هو واقف انت تكلمين نفسك انا استنى بس يطلع لي اليمين مثلا بام ايوه عرفتي وهاي مثل ما نقول نغرسها غرس قوة الملاكم مش في ايده في رجله كل الباور اللي يطلع من جسم الانسان من الرجل في فرق في الضربه زين الحين اضربي اليمين بدون باور الرجل اضربي اليمين شوفي ما في باور طلعيها بالرجل خذي التشارج من الرجل شوفي شو قايل في فرق في القوه فاللعيبه ما يضرب بايده يضرب برجله لو هو ملاكم بس بام 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 يمين يمين بس خط ايوه ويمين بعد دم اول الجولات يوم بتلعبين بس ركزي على ضربه واحده اللي هي الجاب الحين اول ما تدخلين انت على الكورنر اوكي اول ما يرن الجرس تمشين تلفين خلين هالكورنر ليش وخلي جسمك بهالطريقه انزين خلي بهالطريقه هني كذي ايوه وتحركي وحاولي شو ايوه بس عشان شوف تقدرين تروحين بالضبط ودوم جسمك مش للامام جسمي هكذا ليش حاولت تطلعين الجاب شوفي كيف اوكي إيزي. اسلوب الدفاع هاي دوتي بوكسينج ولا عادي لا عادي عادي ديرتي لاني انا ما ابي اصيبه صح دوم كل ضربه مثل ما قلت لك باور من الجسم ما اضرب بس بهالطريقه اوكي ايوه حلو ايوه وما انسى وجهي بوم اوكي باور من الجسم ليش لان نحن القصار كلنا نعتمد على الهوك لا تكشفي اوكي الحين هالكومبينيشن 1 2 3 4 سويها اول شيء شوي شوي 1 2 3 4 ايوه سبيد ولا باور بدك باور شوت تيك يور تايم ايوه بس تيك يور تايم وتحركي بس هاي ليش؟ هاي تعود الايد على في رياكشن رياكشن وتخليها مش باور اوكي ريلاكس وتحرك اياها بس جست تو كيب ذا هاند از جوينج عرفتي بس تخلي الايد تروح اوكي بس خلي ريلاكس ريلاكس اذا لو كنت ريلاكس بتعبين تطبقين جاب ايوه يمين هاي شوفي هاي عشان انا اخليك تتعودين على الديفنس شوفي هاي ديفنس يوم بتيني انزلي معاها اوكي ايوه اوكي
يسار يبي شوي شوي وانت تحرك اسرع. يمين فك يمين ايوه حلو توجاب توجاب ايوه وان جاب ثري سلولي سبيد بس انا بسبيد مش قوه سبيد اوكي ثري ايوه فور فايف تيك فايف وان أيوة. One two. One two. One two. One two hook. One two hook. One two hook. One two hook him. حلو. سوينا السبيد. سوينا كل السبيد. الحين power punch. أوكي. أوكي. نعتمد على ضربة ضربة. يمين. Power. ايوه ان شاء الله عليك هوك من هنا شوي 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 طبقي شوي شوي انت بتحبها هيك ولا هيك انت شو هيك هيك اريح لي انا اريح لي انا نفس الطريقه حط ايدك هوك لفي شوي حلو ايوه بس هذا هو طب ايوه ليش انا اخليها فوق عشان الديفنس مالك اذا انا سويت تهني بعدين هوك رجع مره ثانيه سلولي ايوه حلو يوم ما انا بعطيك الاكشن اوكي انت تمشين الحين هو واجب عرفتي انت تخيلي ياس يطلع الجاب فانا بقول جو ايوه الحين هو جاي الخصم اوكي هو جاي جو ايوه جو يلا روحي ايوه رجعي ايوه هو داخل ايوه ايوه ارجع خذ ايوه ايش ايوه قويه جدا ايوه بوم بوم انت راجع اوكي ونحن بندخل وانت راجع اوكي حاضر ايوه 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 حتى لو اربعه طب طب اربعه ايوه شوفي مثل ما قلت لك هذه يعني الاشياء المهمه للملاقاه شوفي انا ايدي وين فوق عودني على طول الوقت احنا ساعات نقعد بالساعات بس على يمكن ساعه كامله بس على السبيد فور وتعودني على والله مش مني شوفي الضربة ما تحتاج احنا نروح لعمان ونرجع عرفتي من هنا شوف مين ملاكمك المفضل؟ اكيد محمد علي كلاي محمد علي كلاي اول شيء مش ملاكم بس هو ملاكم هو الانسان هو الرومانسي وهو يعني محب للانسانية عرفتي اعطى انطباع
غير في عالم الملاكمة. هو ذكي كملاكم، ذكي كملاكم فكاهي. عشان شي محمد على الكلام هو أسطورة عالم الملاكمة. إيش أحسن أكل لك تأكله بعد التمرين؟ طبعا كبروتين، عرفتي يعني اهم شيء ان يكون عندك برنامج اكل صحي. ما اقول حق الملاكمين ان يحرمون نفسهم طول السنه، بس يوم يكون عنده مباريات يكون يحافظ على الاكل مال، ويكون يعني فعلا محاسب، لانه هو العامل الرئيسي للملاكمه. ايش بدك تعمل لي اشياء سبيد بول هلا؟ هي بنخلص هلا بنسويها. اوكي عشان ما تعرقي اكثر من هيك. ريدي؟ يا الله. خلص ايه اللي بيفوز فيهم بالضربة القاضية. طيب طبعا هذا بدون باور عشان فرق العمر. انجري مور انجري لا تبتسمي. ما بقدر. يلا تعالي. We can turn. طيب give this is the shot boxing with it.